أخبار اليوم. انتصار أفريقي آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات الرئيس السيسي، فقد فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، والذي كان يستلزم الحصول على أكثر من ثلثي أعضاء المجلس للحصول على العضوية. وقد حصلت مصر على 47 صوتا من جملة أصوات دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 دولة، وبالتالي أصبحت مصر عضوا بمجلس السلم والأمن لمدة 3 سنوات قادمة. وكان ذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الأفريقية التي تشهدها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لتجمع القاهرة بين عضويتي مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، بعد حصولها على 179 صوتا من أصل 193 صوتا يحق له التصويت.